يا شتس يا والله لا دخلتو يا هي لا شو جيت يعني سموما كي دايره الله يعطيك الجلسة ندافع بحال هاد البيرات هما اللي تيحوا على العيال فيها شي مسمومه لا تخرج والله يا ما تنغسلها عينا شيخ هانزا ينتهي عليك الويل داكشي اللي عطيتيني راه درتو هاد 3 ايام كملات وتا حاجه ما صدقات تقول اديتني انت شويه مع راسك راه باش هاكا الناس تتعاملوا مع الشرف الله يجازيك بخير حنا راه تنديرو غير السبب وكل شيء ديال الله وداك العفريت ديال راجلك هادي غادي معاه واش ندير ليه السرقي راه قلبي تيتقطع وما سيق ليا اخبار وخرج ليا عقلي مع الله يعطيه ضربه اشوف يا بنت الناس هاد الشلا عطينا كرهتينا الناس قبل منك وقضى الله الغار هذيك العزيمه اللي قلت ليا نقرا على الزيف هي اللي ما باش تدخل ليا راسي وتقول قولي نسمع هذيك راه قريت الشرويطه برمتك على الخضير الرقيق بيا تنعس بيا تفيق بيا تنسى امك وخوك الشقيق هادشي اللي عقلت عليه لطيف كلشي ضربتيه في القلاشي وفين خليتي 100 جنو جنية و100 خادم كورية يضربوك بين الكبدة والرية وبغيتك ما تفارقني انت وكحل البحر وين العزري من القبر هادشي راه سهل والله السي الفقي ما خليت ما درت معاه عييت ما نتقاد عييت ما نحذف الراس وهو هي زيد فيه راه قلنا لك اش ديري راه هاد الجدر ديال راجلك فيه عرق ديال شي كافر والله يا والدي شي نهار طلق جوج سمط الفرن تهنى منه شغلك هذاك انا ما قلت لك قتليه جيبيه ليا سبت كلينا والمخزن كاين في البلاد يا بسم الله لا لا مكون يا بنت سيدي مكون يا لقات على صبع فحور يا ساكنه المكون اللي قلت لك عويش هو اللي يكون العمى والمعمية تفار الجنيات وحدات الصوت وحدات لطو وحدات ضرب كل بوط انا مزاوقة فيك السي الفقيه الا ما دير خدمتك راه هذا واحد ولد الحرام واحد العفريت من فعيلو بغيتو يجي كيزحف غادي تجيبي لي هاد الحوايج مجمر مشاري بلا مساومة ودرهم الشرمة والبويا عزبة والشرويطة تكوني ماسحة فيها ثلاثة سبوتة وتكون منتو بحياتي اويلي منين غنجيب لك هاد البويا العزبة وفين غنلقاها العطار عطاهم الله على وعدي نقلب عليها منين كنتي داخلة كان شي حد تيتسنى حدا الباب جوج بايرات جالسين حدا الباب ما خلاوني ندخل قول لي هذيك البويا نشدها نلويها في الشرويطة ونرميها في المجمر ونتسنى حتى ترتق ياك ومنين ترتق الزاد فيها في الخلا وديك الساعة الشرويطة راه غادي تكوني فيك بجهد الله ايوا يكون خير السي الفقيه ان شاء الله خليت لك راحة الله الله يعرضك السلامة ايوا والله الا لقيت مع وجه الخير شافك الخير وهرب بزاف عليك على زينك سير الله يعطيك الويل بحال هاد النوع هو اللي تيكون عنده الزهر ان شاء الله الا هادي شي خطافة الرجال الزهر كاع ما تنكسبوه نهار شفنا وجهكم ما عطينا معكم غير الحبس سير اختي الله يصاوب ليكم تبعتي